اولا كنبغي نشكر قناتكم عبير على الاستضافه الى جينا نهضروا على السيت كوم زنقة السعاده الدور ديالي والدور ديال السي احمد اللي هو هو الرجل اللي كان بقى قديم في الزنقه بحكم انه هو اللي البرقاق وهو اللي مسيطر هو اللي زعما مكونترولي هذيك الزنقه في غياب عبد القادر اللي هو كان هاجر من هذيك الزنقه مشى دار لاباس وداكشي وفي سيتكم كنشوفوا بان رجع وهذيك الرجعه ديالو غتخلق لي انا مشكل وغنوليو انا وياه معادين خلال هذه السلسله وغادي يكون واحد التوتر بيناتنا في واحد القلب كوميدي اللي تنتمنى غادي يعجب الناس ان شاء الله. زنقة السعادة تمثل شنو نقول لك جيران وصافي وغادي يتخلقوا في كل حلقة كتخلق بيان سور واحد الانتريغ واحد الحوارات واحد المشاكل تنحاولوا مواقف تنحاولوا نعالجوهم بطريقة كوميدية كاين شوية ديال قصص حب قصص غيرة قصص ديال السيطرة قصص ديال الحسد دونك كاين بزاف ديال المواقف اللي تيخليو انك تحطو في واحد المواقف كوميدية ونتمنى ونجحوا فيها ان شاء الله. بالنسبة لي انا هذه اول تجربة في السيتكم. بالنسبة للجمهور باش يتابع زنقة السعادة انت الجمهور سمعك هضرتك يجي يتفرج لا لا اكيد الجمهور غادي يتفرج وغادي يعجبو الحال لان احنا في هذه السيتكم هذه غادي نحاولوا نفوجوا شويه على الناس في هذه الظروف اللي هي وشويه هكا وشويه هكا شويه هكا وشويه هكا نتمناو هذه النوبه نتوفقوا حتى في الضحك ان شاء الله وغادي يكونوا مواقف زوينه اللي غادي نفوجوا بها على الناس وتنقول لهم يجيو يتفرجوا ويعطونا الاراء ديالهم بيان سور لان بالاراء ديالهم حنا تنتحسنوا وغادي تكون الفرجه ان شاء الله كيف قلت لك غادي نحاولوا نفوجوا عليهم في هذه الظروف الصعيبه اللي تنعيشوا حاليا. بديت لا كان غادي يكون عندي عمل ولكن ظروف شخصيه ما درتوش وكاين دابا انا في مسلسل زطات اللي هو بدا هذه اسبوعين على القناه الثانيه مع خالد مقرن معهم نيت اكزاكتومون ومع سي الخياري تا هو زطات وانا الباشا اللي مكلف به اللي غادي نتكلف به وزنقة السعادة كلها طرائف يعني راه هو مثلا في واحد المشهد كي بلاص ما يقولوا لي بلاص ما يعيطوا لي السي احمد في وسط المشهد كان سولو سموني السي طيب هكا السي طيب خذ هاد المساله فقد ديك السميه لا دابا حتى العائله وداك الشيء كنت تعيط لي السي طيب دونك بقات هذيك السميه هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين واخا تيفكروا بالموت وداك الشيء ولكن ماشي مشكل ولكن البيرسوناج كانت زوينه ماشي موت عواشر مبروكه رمضان كريم الصحه والسلامه والعافيه يدخل عليكم باش ما كتمنوا يا ربي ويفرج علينا هاد المحنه اللي حنا كنعيشوها شويه مع ها كورونا ها اوكرانيا ها دونك نتمنى ان شاء الله ندوزو رمضان في ظروف زوينه ان شاء الله وموعدنا في رمضان ان شاء الله. كانت مفاجاه بالنسبه لي انا ما كانش في راسي غادي يجي ولكن ملي شفنا راه كتشوف هرم
اللي هو يعني مالغري الحاله ديالو الصحيه يعني تيبان لك واقف وحافظ ومناضل وتعطيك واحد الشحنه زوينه. غادي نقول لك تيبقى هرم وصافي. كبير السن ولا زال قادر على؟ لا لا هرم تبارك الله مالغري هذاك الحاله ديالو يعني المشاهد ديالو دازو زوينين بزاف. بالنسبه للمنتجين زعما ما كتناديهمش انهم مره عيطوا ليه زعما كتكريم وك يعني مساعده البديله. واش غادي نقول لك دابا بحكم ليفوليسيون دابا والتطورات اللي كاينه ولا بزاف ديال الضغوطات على المنتجين وعلى المخرجين في لو شوا ديال لي كوميديان دابا ولا مساله ديال الديجيتال ولي فولوورز والمتتبعين. دونك الجانب التجاري تيغطي شويه على الجانب الفني. ونورمالمون بحال هاد الاهرام هادو لا هو التسوكين لا يعني كاين ممثلين كبار اللي هما غادي نعاونوهم اكثر صحيا يعني الا عيطوا لهم يخدموا ويشاركوا في اعمال باسكو بسيكولوجيكمون ومورالمون تيكونوا مزيانين. ويلا عالجتي نفسيا راه عالجتي صحيا. دونك هاد الناس راه ما تيخصناش نتخلوا عليهم، راه حنا محتاجين لهم وتنستافدوا منهم. هذا هو وعندهم جمهور ديالهم والناس كتحبهم بزاف، ولكن خاص المنتجين والشركات اون جينيرال يحاولوا يديروا بحال المبادره اللي دارت ديسكونيكتد وكتجيب بحال هكا نور الدين بيكر مثلا اللي تا هو بالنسبه لك ضيف الشرف مش استمتعتي انت شخصيا؟ اكيد اكيد. ماشي غير بحالنا نقولوا درنا فيه خير ولا جبنا. لا 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 ما كاينش، لا لا ما كدير، لا لا هادشي ما فيهش الخير، هادشي فيه الاعتراف. هذا الاعتراف ماشي الخير، الاعتراف بواحد المسيره اللي هي شنو غنقول شي 60 عام ديال الخدمه. هم راهما لولاهم ما كان غادي يكون واقيلا التلفازه، ولا لولاهم ما كان غادي يكونوا حنا، لولاهم ما كانت غتكون الفرجه. راهما كانوا حاملين واحد المشعل لمده واحد 30 ولا 40 سنه، ما جاتش ان الانسان يقلب عليهم بهذه الطريقه. هذه خصهم يبقوا حاضرين، راه الا بغيتي تزيد القدام راه شي تيعطي لشي الخبرات تعطي، هذا تنتعلموا حنا تنعاود نجينو بنات حنا ملي غنشرفوا غادي خصنا نعطيو عاوتاني وهي غاديه. دونك ما يمكنش تخلى عليه بهذه الطريقه هذه، خصو يبان ويطلع للجمهور ديالو حتى هو. مرحبا ليلى، مرحبا وكنشكركم.